كديرين لبس ليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا في هذا الفيديو. بالنسبه للفيديو ديال اليوم كيف ما شفتوا في العنوان غادي نوريكم الطريقه اللي كنصايب بهم انا حاليا الزيف اللي كنصايب بهم الفولار. المهم عندي شحال من طريقه انا كنعتمدهم حاليا ولاو كيعجبوني صراحه وكيجوني بيرفكت، كيجيو مع اي لبسه وكيجيو فنين. انا بارطاجي معكم الفولارات يعني انواع ديال الفولارات اللي تقدروا تستعملوا والمبتدئات في الفولار، نوريكم اللوينات اللي تقدروا اللي خصهم يكونوا عندكم واللي تقدروا تشريهم بثمن جد مناسب. وبارطاجي معكم حاجه بالنسبه للنوع اللي كنستعمل ديال الفولار، كنستعمل جوج الانواع، كنستعمل هذا اللي كرا هذا اللي كيتيري بحال هكا، هذا الثمن ديالو 20 درهم 25 درهم، وكنستعمل هذا الكريب هذا الثمن ديالو 35 40 درهم، وإلا كثر كيجرو 50 درهم. سو دابا غادي نديرو الطريقات ديال الفولار، الطرق ماشي الطريقات، الطرق ديال الفولار ما غاديش نهضر معاكم باش ما يجيش الفيديو طويل، وغادي تشوفوا الطريقه يعني سهله بان. نسيت بالنسبه اللي غنبداو به دابا واللي هو الكريب، اول حاجه خصو تكون عندكم هاد لي بوني، هادو راه كيتباعو بخمسة ديال الدرهم بالالوان، انا عندي بالبيض وبالبيج وبالنوار، يعني ثلاثه اللوينات الاساسيين هما اللي كنستعملهم انا بزاف. نبداو But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. لي فولار ديال الكريب. دابا غندوزو للكرام. بغيت نقول لكم بالنسبه للفنايات انا ما خدمتش بهم كاع، راكم شفتوني. سينو الناس اللي خايفين اللي يطيح لهم الفولار اولا شي حاجه، يمكن لكم تاخذوا هاد الفنيته هذه، راكم راني كي قلت لكم راه ديال الخياطه، غادي تحطوها غادي تخشيوها هنايا فهاد البلاصه هذه باش ما يبقاش يتزعزع عليكم، وهنايا وهنايا فهاد لي بارتي هادو هما اللي تحطوا فيهم هاد الفنيتات باش ما يتزعزعوش ليكم. يمكن لكم تشدوا بهم حتى في هاد البلاصه هكا، تحطوها هنايا في الفولار، تخشيوها في التريشيرت ديالكم اولا في التريكو اولا في اي حاجه باش ما يبقاش يتزعزع ويطيح. Think it's hard how we always wait another day. How we watch things the kids walk away. Let's live down by the water, watch it come and go home. I wish we were both to like sail away.
don't wanna care. Can you be here and I'm good? All alone, I'll be okay. Miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Just be here and I'm good. Alone, I'll be okay. Miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. هنرجعت لكم بالنسبة لهذه الطرق هذو اللي استعملت معاكم فهم اللي كنستعمل حاليا واللي كيعجبوني ومنهم هذه الطريقة هذه اللي دايرة دابا فوق ديروا غير فولار هكا هادو ديال الكراه كي كنستعملهم اما ديال الكريب فانني كندير الباندا من التحت الكراه ما كتحتاجش ليا البوني حيت ما كتزلق كتبقى هكا فيكس صافي هذا المكان بالنسبه للناس اللي غيعيروني واللي كانت ما بزاف ديال الهضره مهم انت ما دايره الفولار والو ان شاء الله النهار غادي يجي الفولار انا غادي نشدو مره كيف ما شفتوني يعني غادي نصايبو غادي نقادو غادي يتقاد ما باقيش غيبان الشعر دقه دقه بشويه شويه دايو انا بالهدايه وربي هدينا وصافي هذا المكان فوالا دابا غادي ندوز نقول لكم اهم الالوان اللي خاصهم يكونوا عندكم بالنسبه للفولار فبالنسبه للكريب انا عندي كنستعمل بزاف ديال الالوان موتور من اهم الحوايج اللي يقدروا يكونوا عندكم اللي خاصهم يكونوا عندكم في الفولار خاصو يكون عندكم النوار اللي ضروري في اي حاجه وعندكم البيج والبيض بالنسبه للبيض انا ما كنستعملوش حيت كيغمق ليا اللون ديال البشره ديالي كيردها سمراء بزاف ما كيجيش معايا كيجي معايا بزاف البيج فانا عندي بزاف ديال الالوان ديال البيج ما جبتهمش باش نوريهم لكم كنستعمل البيج بزاف كيقدر يجيكم مع ايتها لبسه ايتها لبسه يقدر يجيكم معها البيج وفيه الدرجات حتى هو ما ياخذوا هادو اللي كيكونوا هكا فاتحين كيجيكم مع كل شيء فوالا انا نوريكم كي قلت لكم هذا الشيء هو المهم يعني النوار بلون والبيج البلون يقدر يجي معكم يقدر ما يجيش معكم على حساب البشره ديالكم فهمتوا وكل واحد كيجي معاه وكاين هذا الكاشيري هذا اولا غادي الموف المهم كاشيري هو كيجي زوين كيلبس المهم برعايه الطيور صف الطيور في هذا المكان وقلت لكم لي بوني ضروري من البونيات شفتوا هاد البونيه هذه اللي كنستعمل راها غليظه شي شويه قالوا لي كاينين ديال الحرير اللي كيكون هنا فيهم حرير ما كيطيحوش الشعر صراحه باقي ما لقيتهمش باقي ما لقيتش فين كيتباعوا كنستعمل هادو الا كنت غادي نلبس هادو ديال الكريب كنستعمل معاهم هاد لي بوني هاد شوفوا تيتباعوا بخمسة ديال الدراهم صافي هذا ما فبالنسبه للمبتدئات فما تحاولوش تكثروا بزاف بزاف ديال لي فولار فقدروا انكم يتولفوا لون واحد يعني لون واحد يقدر يجي معكم في الاول بزاف ديال الالوان ما غاديش يجيوكم غادي تشريوهم وما غاديش يجيوكم مع الوجه ديالكم ولكن عادي يعني غادي تبقاو بشويه بشويه حتى غادي تلقاو ستيل اللي غيجي يقدر يجيكم مع الوجه ديالكم حيت تكون واحد الوجه ديالو وانا نخلي لكم هذا فوتو كل واحد كيجي معاه الفولار واللون حتى اللون كيلعب دور يعني يكون اللون ديال البشره سواء حنطيه سواء قمحيه سواء بيضاء سواء بلقاء كل لون كيجي معاه لون فهمتوا ما تحاولوش تكثروا بزاف ديال الفولار ففي الاول غادي تيستيو وجيسبر انكم بالنسبه للفولار بيكون فيه بزاف الالوان الا بغيتو يقدر يكون عندكم شي فولار ولا جوج ولا ثلاثه كاع يكونوا فيهم ديك الخلاطات الالوان يعني تقدروا تلبسوا لبسه سامبل وتاخذوا فولار فيه بزاف الالوان اللي يقدر يجيكم يكسر لكم داك التيم ديال اللبسه ديالكم بعد ما كان فهذا ما كان بالنسبه لفيديو ديال اليوم فكنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم يجيكم خفيف وظريف ويعجبكم هاد اللفات ديال الحجاب اللي خدمت معكم اي بيزو ان شاء الله تلقاكم شي فيديو واحد اخر باي باي.